السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين على اليوتيوب. احنا ان شاء الله سبحانه وتعالى رايحين لمسجد سيدي ابراهيم التسوق. سيدي ابراهيم التسوق ايه مشهور بأبا العينين. المسجد رائع، هو كان طول عمره جميل، بس هو زادوه روعة، نظموا الميدان اللي حواليه بطريقة رائعة زي ما احنا شايفين. الدنيا بقى اتطورت وعمارات قديمة اتهدت واتبنى مكانها ابراج، وعمارات بردك قديمة لسه موجودة، وناس بيبيعوا سمك وناس بيبيعوا منتجات أخرى. هنصلي وبعد كده هنتسوق ثم نذهب ثانية إلى عاصمة محافظة البحيرة دمنهور.